هذا ابو محمد مصلي عندنا وياي مبكر لا بالله وراه شيء. الله اكبر. الصلاة خير من النوم. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خلنا اروح اتيدد واروح اصلي الفير بمسجد وانشد عن الشيخ سالم. يلا يمديني يلا. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. حي القيوم يحيي ويميت. اللهم ارحمنا. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب. صبحك الله بالخير يا شيخ راشد. صبحك الله بالنور والرضا. حيا الله ابو محمد. صلي عندنا اليوم اكيد وراك شيء. اي والله وراي شيء كبير. خير؟ اذا ما خاب ظني انا عرفت من ولد ماجد. شلون؟ اي نعم. من هو؟ وكيف عرفت؟ كيف عرفت؟ يطول حجب هالموضوع. لكن من هو؟ اخلص من هو يا ابو محمد؟ تكلم. عبيد العتال. انت من صدقك يا ابو محمد؟ انا قلت لك اذا ما خاب ظني يا شيخ. يا ابو محمد ترى السالفه ما هي بهينه. لا تتكلم فيها الا انت على وكاد. ترى السالفه فيها نسب ولها تبعاتها. لجل هذا ما عرفت ارقد البارح. وين صليت الفير عندك واخذ بشورك. شف يا ابو محمد، النسب يثبت شرعا بواحد من أدلة ثلاثة: الفراش والإقرار والبينة. والله يا شيخ راشد أنا ما أفهم باللي تقوله، بس أنا ما أستبعد إن عبيد العتال هو ولد ماجد. إيه بس شنو الدليل يا ابو محمد الله يحفظك؟ نية كذي ونقول تعال يا سلطان هذا عبيد العتال يصير ولد اخوك ماجد؟ بيسألك بيقول لك شنو الدليل ان عبيد يصير ولد ماجد؟ شلون بفرد عليه؟ ايش بتقول له؟ شوف يا شيخ راشد، مثل ما قلت لك انا ما رقدت البارح من غير فوتشر باشياء وايد كلها وصلتني ان عبيد العتال ولد ماجد، وانا ماني متكلم ولا كلمه لين اجيب الاثبات وبلغك. هذا هو الكلام الصحيح. احزم ادلتك بحبل اليقين واعرضها علي، بعدين ربك يظهر ان شاء الله حقيقه كل الامور. على خير ان شاء الله. فمان الله. فمان الكبير. حياك الله يا ابو محمد. حياك الله. يا الأخو سم سم الله عدوك. الشيخ اللي صلى فينا قبل شوي هو الشيخ سالم؟ الشيخ سالم عطاك عمره من سنتين الله يرحمه. الله يرحمه. انت تعرفه؟ لا ما اعرفه، بس انشد عنه. اللي يبخص عدل المؤذن ابو سعد اللي صلى فينا الفير شود يساعدك. جزاك الله خير. الله يسلمك. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. خير يا ولدي، تبي شيء؟ عمي انا جاي هني انشد عن الشيخ سالم، والاخو قال لي انه الله يرحمه توفى قبل سنتين. الله يرحمه، في شيء؟ ايه عمي، شيء قديم. قديم من سنه سنتين، ايش كثر؟ عمي قديم
من قبل سنة الرحمة. إيش عنا ثبت اسأل؟ أسأل عن شهادة أبوي اللي صارها بإذن الشيخ. ومن هو أبوك؟ أبوي مات من زمان، من عقب سنة الرحمة بخمس سنين. من هو أبوك؟ قل لي اسمه. أبوي يا شيخ جاسم نيدي. أنت عبد الله؟ يا أنا عبد الله يا شيخ، أنا عبد الله يسمونه عبيد العتال. الله أكبر الله أكبر، أنت عبد الله؟ يا أنا عبد الله. قل لي شيخ، أنت تعرفني؟ إي عرفك زين بعض. شيخ أبيك تقول لي كل شيء عني. تكفى. بيتك وجهزناه بعد التحوال تسكن فيه على أولك. إي يما إن شاء الله تسكن بيتك وبصفتنا ويبوك يفتح النقبة بيننا. ما قصرت يا يبا، عسى عمرك طويل. يا ولدي أنا من لي غيرك؟ ولد عمك وفلسنا منه، ومالي في هالدنيا إلا أنت. الله لا يخليكم من بعض يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. باكر عرسك عسى الله يوفقك إن شاء الله. اللهم آمين. أقول يما داود، عاد أبيك تشتري نعال، نبيك تكشخ. والله يا يما ما واطل لبس نعال. والله صادق، إذا أنت يا داود ما لبست نعال، من هو اللي يلبسها وأنا أبوك غيرك؟ على خير إن شاء الله. اليوم تروح وتشتريها. أمك عارفها شغلها حار بحار، ما تطخ إلا لما تشوفك داخل من الباب وتلابسها. بخير يا منيرة اليوم؟ الحمد لله على كل حال. البارح ما نامت منيرة يا خالة. بس ما شر؟ لا الجواب ربطها كلها تجمع علي. تدري يلا يا منيرة، انتي أبرك من غيرك. أمري لله. أبو مشعان قال لي الإمام أنك وافقتي على الزواج. تمرة حتى بمعون الماء راجع عشر تمر يوميًا تكفينا خمسة أيام ما عجل علينا بالفرج كم مدح اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تعاليت وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه.
يا الله يا كريم يا رب. اللي أقول يا مسرور وانت يا شمة. سمي. ذكروني كم صار المجبل مسافر؟ أسبوع ولا أكثر؟ اليوم له ثامن. إيه يما اليوم الثامن. هي تهقون وصل القصيم؟ والله ما أدري، أبوي هو اللي يدري، إذا يا نسأله. إن شاء الله يوصل بالسلامة. اللهم آمين. ويتزوج منيرة ويجيبها ويجيب أمها وأخوها. الله يسمع منك يا يما. حياك حياك يما. مشكورة يما. إلا قول يا بزة. خير يا مسرور. خير بويهج. إذا يا مجبل أهو زوجته منيرة وأمها نورة، وين بيسكنون؟ إيه صادق مسرور. يسكنون بالمضيف، إيش كبروا ما في أحد. إيه صادق شمة. صادق يا شمة. وأنا أقول عمي أبو مجبل أكيد ما طاف هالشيء. عاد أنا قلت حق أبونا ياخذ البيت اللي ورانا، بس هو يقول لا أنا بتشوف لبيت على البحر. يا بنت الحلال خلي يوصلون بالسلامة ويسكنون بالمضيف وتالي ربش يسهلها. وانت الصادق يا مسرور، بس خلي يوصلون بالسلامة. آمين. صبحك الله بالخير يا طويل العمر. صبحك الله بنور وسرور دوم هالابتسامة يا أبو سليمان. أكيد أكيد وراها شيء طيب. بشاي الخير طال عمرك. وصلتنا اليوم مع أبوام الماي اللي جاية من شط العرب، يقول لك المطر والخير نزل في أوساط الفرات. الله يبشرك بالخير يا أبو سليمان، وعسى الله يفرجها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. وانت جزاك الله خير يا أبو سليمان، هاللي خليت الأبلام تجيب الماي من شط العرب ويتوزع على أهل الكويت وبلا يثمة. طال عمرك، حق واجب علينا، ولا احنا ترى بعدنا مو موافين حق الكويت علينا. وانتم جزاكم الله خير يا تجار الكويت، انت يا ابو سليمان على يوسف البدر على يوسف الصبيح وعلي الابراهيم عبد اللطيف العتيجي سالم بن سلطان، ما قصرتوا، وغيركم من هالتجار اللي سويتوه هذا يكتب بتاريخ الكويت بصفائح من نور. طال عمرك، الله سبحانه وتعالى عطانا واحنا ننفق لوجه الكريم، ونسأل الله القبول إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. آمين. خير يا عم بلال، فيك شيء؟ كلاس بنت هباش، جيم اوفر. وش تقول يا عم بلال؟ ترى ما فهمتك. انا زمان يقول حق انت ان فيس نو وجه 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 يشبه وجه نفر ثاني. الا اذكر اذكر، ليه في شيء جديد حصل؟ الحين أنا يعرف منو فيس مثل فيس، وجه مثل وجه. من هو يا عم بلال؟ أنا يروح عند أبو محمد أول بعدين يتكلم معك.
دربك سامحني يا عم بلال، والله ما ادري وش يدور تحت راسك، لكن ادري ما يدور تحت راسك الا كل الخير. شكرا شكرا. السلام عليكم ابو محمد. السلام عليكم ابو علي. عليكم السلام. هلا بلال. خير يا بلال؟ اكيد وراك شيء. والله دشت بلال علينا هذه، اكيد وراها شيء. ابو محمد listen to me. وش تقول؟ انت يسمع زين ابو محمد. بلال ابيك برا. ابو علي دير بالك، انا شوي ورعد لك ان شاء الله. موفقين خير. سلام. عليكم السلام. شيك يا بلال؟ ابو محمد انا يعرف عبيد هيز كازن. ايش قاعد تقول؟ شيك عبيد؟ انا يعرف منو عائله نفس عبيد. من صدقك والله يا بلال؟ متاكد؟ اول يروح يكلم عبيد. يلا نروح له، بس يمكن يكد الحين ما نلقاه. انا يعرف مكان عبيد، انا يعرف. يلا توكل على الله. يلا توكل. ها خاتم كيف حالك؟ الحمد لله بخير عمي ابو محمد. وين عبيد؟ ابوي اليوم ما شفته، ما له عاده. يعني ما شفته كلش اليوم؟ لا عمي ابو محمد كلش اليوم ما شفته، ما له عاده. انا يعرف بيت هو. يعني تعرف بيت يا بلال؟ يس انا يروح هو بيت، انا يعرف مكان. ما انت هين يا بلال ابد، ما انت هين. ايش علم؟ يعني انا ابوي مو جاسم، ولا امي اللي ربتني هي امي. انا طلعت عبد الله بن ماجد وعم سلطان بن ثابت وداود ولد عمي، يعني نص حلال عمي سلطان لي. يا الله يا الله، من يصدق هالكلام؟ يا الله مين يصدق هالكلام؟ يا رب ياك حياة. يلا الله يحييك. شكرا حياك حياك لك عمي. صدق يا عبيد، أنا صار لي مدة طويلة أبحر عنك وأدور. عبيد أنا يعرف من وجه أنت نفر تاني يشبه دم نفسه، ويعرف بعد هو نفر تاني من أتى الرجل نفس أنت. أنا اليوم يعرف هو داود بن سلطان your cousin ابن عمك. عم المؤذن ابو سعد حكالي القصه كامله. والله والنعم فيك يا عبد الله بن ماجد، والله أخرجك من حال إلى حال. وأنا أبوك روح البحر واسبح، وأنا بجيب لك ثياب الطيبة، وقبل صلاة الظهر بروح عند الشيخ راشد
والله يسرها. قوم قوم ابيت تيك شاور كسل زين زين. يلا الصج نسيت اقول لكم العم سعد هو شاهد على كل اللي صار. احنا الحين نروح حق المؤذن ابو سعد ونيبه ويانا عقب ما ناخذ لك الثياب، وبعده ناخذه زوج شاهد عند الشيخ راشد. اي بس تهقل عند محمد يعترفون فيني؟ انت هنيت كل هذا وما يعترفون فيك؟ سلطان بن ثابت بيطير فيك. بس انا عند محمد خايف، خايف العم داود يسوي لي سالفه يقولون عنه اكشر وشراني. صج لا قالوا الفقر يورث في الرجال عيوب، وانت يا عبد الله كل اللي صار لك بسبايب ولد عمك داود، والحين معصي يقول لك شيء ابيك تحط راسك براسه. يا عبيد انت فحل من ظهر ابوك ماجد ناخذ الفحل، لا عاد اسمعك تقول العم داود، قول له داود ويخب عليه بعد. ابشر عمي محمد ابشر. يلا يا بلال نروح حق المؤذن ابو سعد ناخذه الحين، ونروح بيت عبيده الحين، وناخذ نوديه للشيخ راشد. اوكي نروح الحين يلا. ياك 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 هلا عمي حياك. اقلط اقلط. الله يحييك. حياك. هيك هيك يا بيت. هلا عمي. هالثياب لك، روح ادرع فيهم. جزاك الله خير ما قصرت. هي هلوني عبد الله بن ماجد. Very very nice. بيت الله يوفق، أنت إنسان طيب. ما شاء الله تبارك الرحمن، ولد الأزم بين من نصبته. ما قصرت، جزاكم الله خير. الحين امش معانا. على وين عم محمد؟ أول شيء هات البروة اللي فيها خط يد أبوك. موجودة موجودة. سمع عمي هذه البروة. الحين بنروح للشيخ راشد، تالي يصير خير. كم اون ابد كم اون. لازم نثبت الشهاده ونبوك. يلا مشينا. وش تبي تسوي الحين يا ابو مجبل؟ اسوية الله ابرك يا ابو جبر. انا كلمت الشيخ راشد وقلت له ورد المشاكل كله داود، وهو اللي ما يبي يظهر وينعرف ولد عمه ماجد. حسبي الله عليك من ولد. الطمع الطمع وما يسوي يا ابو جبر. عسى الله لا يبلانه. ايه وين بروح من ربه داود. وان صاد يا ابو مجبل. لا وابو محمد الحين يتعقبه. لا بالله بينشف فيه ابو محمد. لا وبعد باكر عرسه. الله يكون بعون سبيكه أنت مبارك. والبلوى أنا طالبني سلطان شاهد. والحين يا شيخ راشد ظهر لنا ولد ماجد بن ثابت، شوفه قدامك، وعلى قولتك النسب يثبت بشنو يا شيخ؟ نعم يا أبو محمد، يثبت بواحد من أدلة ثلاثة: الفراش والإقرار والبينة. وهذا ابو سعد يشهد ان جاسم النيدي راح لهم المسجد عند الشيخ ابو سالم،
وقالهم عن الولد، وابو سعد يشهد. يا سبحان الله. وهذه البروة، شوف شنو كاتب ماجد بن ثابت عن ولده. أنا يا شيك راشد يعرف وجه سيم دم ببيت آن داوود، ويعرف بعد مثل رجل يمشي على أرض. قصيت أثره بعد؟ ما شاء الله، وطلعت انت يا عبيد ولد ماجد بن ثابت. تذكر يا شيخ راشد من 30 سنة جت لك مره معاها ياهل عمر 10 سنوات تبيك تحفظ القران؟ تذكر يا شيخ؟ تاليت لك وقالت لك ان ما تبي ولدها يكمل عندك، تبي يكد لانها تعبت وهي تسبع ثياب الجيران، تذكر؟ يا شيخ والله ما ادري ايش اقول لك. خير ان شاء الله، في شيء؟ يا شيخ انا ابي ولدي عبد الله يساعدني، انا كبرت وتعبت من تسبع هدوم الجيران في البحر مثلات اول. يا مال العافيه يا ام عبد الله، ان كان صيدك بيزات عبد الله اللي تدفعينها فانت مسموحه منها. المهم عبد الله لا يترك الدرس لان نبيه. جزاك الله خير، لكن من يكد علينا تالي؟ حنا ضعوف وابونا توفى صار له سنين والحالة كثيفة. يا ما عند الله من خير، انت يخليها الحين وانا اشوف لك احد من اهل الخير يساعدك. ترى اهل الكويت يحبون يساعدون المحتاج. جزاك الله خير، لكن ما ظنيتي يا شيخ. الله يهديك وتغيرين رايك. وعبد الله هذا مكانه مع ربعه وفي أي وقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يفك عوقك وعوق ولدك وكل المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلى تذكرت. إيه شيخ راشد، إيه هذا أنا وهذه أمي. أمي ربتني، مرت أبوي جاسم الله يرحمه غمد روحه لينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. شفت شلون يا شيخ راشد؟ إيه صدقوا اللي قالوا عنك إنك تعرف أهل الكويت وتبخصهم. أبو محمد معروف سيفه مجرب. والحين شو نسوي يا شيخ راشد؟ الحين بعد خلاص عرفنا ان عبيد وهو عبد الله بن مايد بن ثابت وعمه سلطان بن ثابت. بعد شنو نطر يا شيخ راشد؟ خلاص نروح عمارة سلطان ونعلمه بالسالفة. اي والله انك صاج. يلا يلا توكل على الله. نبي ناخذ معانا ابو خالد يا شيخ، ونبي نروح لابو مجبل لاجل عنده سالفة ابو حميدان اللي اغراه داوود وخلاه يبعد عني سالفة جاسم النيدي. ومجبل بنلاقيه في عمارته، لكن ابو خالد وين الحين؟ انت روحوا مكاني وانا اجيب ابو خالد والاقيكم هناك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك الجلال والاكرام، رحمتك يا كريم. أبو عبد الكريم خير يا شيخ؟ بك شيء؟
منيرة وافقت على الزواج. الحمد لله، توكلنا على الله يا شيخ. ها يا عبد الكريم، أنت وافقت على الزواج؟ تراي ولي الله. موافق يا شيخ. يلا أجل توكلنا على الله. بسم الله. بسم الله. والله ما أدري. مجبل هالحين وصل ولا على حروة الوصول؟ والله يا عمي إن شاء الله بإذن الله إذا ما وقفهم شيء اليوم وكاد واصلين للقصيم. الله يسمع منك يا جوهر، والله ما غير أفكر به. أدري فيك يا أبو مجبل، بتستغرب إن دشتنا كلنا جميع. هذه الساعة المباركة، لكن وكاد وكاد وراكم شيء. ورانا الشيء اللي مغبيه داوود ولا السلطان وغرفي ابو حميدان الله يرحمه. شلون يعني؟ يعني هذا اللي قدامك عبيد وهو عبد الله بن ماجد بن ثابت الله يرحمه ويغفر له. هي انا من شفته وشفت رزته ووقفته وعزة نفسه وهو عتال قلت لا هذا واحد غير الحين لزوم نروح للسلطان ونقول له. والله ما ودنا نخرب زواج داوود، لكن بعد كل اللي سواه داوود مع ولد عمه يا شيخ راشد. وانت الصاج يا ابو محمد، انا من زمان ودي اقول للسلطان وخفت لا يقول طلق بنته وجاي يخرب زواج ولدنا، بس الحين لازم يعرف الحقيقة ويعرف ولد أخوه ويعرف أن ولده هو بسبب طمعه ما يبيه يعرف من هو. شرت عالية يبا للملكة. زين سويت داود، تراك أنت ولد بن ثابت أبيك في الملكة رزة. إيه بس يبا تضايقني بالمشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو الساعة المباركة؟ الجميع اليوم عندي عشان تباركون بزواج داود؟ لا والله يا أبو داود، اللي جايين نقول لك من ولد أخوك ماجد الله يرحمه ويغفر له، واللي ولدك داود ما يبي أبو محمد يعرفه ويظهره للناس عشان ما ياخذ حقه الشرعي ونصيبه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو الكلام اللي تقوله يا شيخ راشد؟ داود صدق الكلام اللي يقوله الشيخ راشد؟ يبا أنا يبا. مو أنت اللي عطيت أبو حميدان النيدي دراهم لجل يقول لك كلام مو صحيح عن جاسم النيدي؟ داود تعال هني، تعال 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 يا ولد، حسبي الله على سواتك من ولد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. داود هذا عبد الله ولد أخوك ماجد الله يرحمه. هذا يا شيخ راشد؟ اي نعم، هذا عبيد العتال، هو عبد الله بن ماجد ولد اخوك. قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا.
السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. وين بيت العم بريه؟ تشوف الوليد اللي قاعد هناك؟ اي هذا دحيم ولد بريه الله يرحمه. قواك الله. يا بنيتي يا منيرة، أنا مقوم مقام الولي لتس، وهذا عبد الكريم طالبتس للزواج، وش تقولين؟ دحيم هلا، أنا مقبل ولد عمك. الحق على أختي منيرة يا مقبل قبل لا يزوجونه. هي وين؟ الحقن الحقن. وقف يا شيخ، وقف الزواج يا شيخ. أنا مجبل ولد عم منيرة. أنت مجبل ولد عم منيرة؟ أي نعم. يا منيرة هذا ولد عمك وصل. يا منيرة وش ذا يا شيخ؟ هذا مجبل ولد عم منيرة، وحنا ما خلص من ولد العم ذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا ولدي يا مقبل، لو انك متاخر شوي راحت عليك منيره العبد الكريم. الحمد لله يا شيخ، اعقد لي يا شيخ على منيره. يا منيره هذا ولد عمتس يطلبتس للزواج. موافقه. الله يتمم عليكم، انتم مشهود. بسم الله. مبروك مبروك يا منيرة، هذا ولد عمك جاي بخير معه. الله يبارك فيك يا رب. يا حبيبتي ابشروا ابشروا، الله رزقنا بالغيث والخير في البر وعلى اطراف نجد. ما شاء الله يا مطلق. هلا طال عمرك. روح نادي لي هذا الرجال اللي يبشر بنزول المطر والخير على المسلمين. ابشر. عجل. بشر. الله رزقنا بالغيث يا طويل العمر. ما شاء الله، الله يبشرك بالجنة. انت عاية انت. هلا امس انا في البر وجتنا الغيوم من جنوب وابرقت وارعدت ونزل المطر علينا والسيول تحركت يا طويل العمر والخير في قبول. ان شاء الله ان شاء الله، حنا نشوف الغيم لكن نبعي. بتجي بتجي جريب ان شاء الله والخير معها. ان شاء الله يا مطلق. ها طال عمرك. روح شيل الرجال على هالبشار. أبشر طال عمرك، تعال معي. يلا. الحمد لله الحمد لله. أنت من صدقك يا سلطان؟ شنو هالحكي اللي قاعد تقوله؟ من زمان يا طيبة وأنا أقول لكم إن في نضيجة في قلبي شالعة ما أقدر أهيع. كني حاس أن ولد أخوي حي وما مات وحقه برقبتي. ومن هو هذا عبيد الحمالي اللي طلع عبد الله ولد ماجد اخوك؟ ما تخبرين يوم شرينا ماكله ويا ابوها اثنين عتاله، واحد اسمر وواحد اي ذكرته. هذا الولد اللي انا قلت لكم ما ادري وين شايفته. ابوس مرحوم. اوهو اي والله هذا الولد من دمكم وبوحته بوحدكم. كلهم قالوا كذي غير شهادة المذن أبو سعد وأبو محمد والشيخ راشد. هم بلال الفرنجي عرف الشبه وهم قصة تره.
انزين وش تبي تسوي معاه؟ اتفقت مع الشيخ راشد. نجلس عندي في العمارة ونسوي تسوية وياخذ حلاله كله ونجسم النقعة باللي فيها من مراتب بيني وبينه. هي زين تسوي يا ابو داود، عسى الله يبارك لنا في اللي عندنا ويبارك له في حلاله. ليش تفكر ومتضايق يا ابو داود؟ والله يا الله يا طيبة، ولدك فشلني قدام خلق الله. ما أدري ليش داود الله يهدى سوى هالشكل. الطمع، أعوذ بالله من الطمع. والحين هو وين يا سلطان؟ ما أدري عنه، انحاش عقب ما الله راد كشفه. وين انحاش؟ والعرس وبنت الناس؟ أهل سبيكة وصلهم الخبر وعرفوا كل شيء. الكويت كلها درت عن عبيد العتال اللي هو عبد الله ولد أخوي مايد الله يرحمه. يعني شلون يا سلطان؟ يعني ماكو زواج، واكو سواد ويه اللي سواه ولدنا. روح دور ولدنا يا سلطان، لا يضيع مننا. أقول يا مطوطي في الجليب أصنع لأبو عايشة عبات. من صدقك والله أبو مجبل؟ إي والله عبيد العتال طلع عبد الله ولد ماجد اللي يملك الحين نص ثروة سلطان. يا سبحان الله، الياهل اللي يبكي طلعت مرجاسة من نيد إيه اللي ماخذته ومربيته. سبحان الله يبا، والله قصة عجيبة، وعفية علي عبيدة وعبد الله شلون صبر وكافح على الشقة، وآخر شيء الله ظهر الحق وانتصر. أي والله، تذكرون يوم اتهمونا كاسر باب العمارة وجلدوه قدام الناس وعلي وهو مظلوم؟ بس يما لا تعورين قلبي. صادقة شمة عبيد أو عبد الله، والنعم رجال صادق وبه عزة نفس، ترى هو اللي أنقذ مجبل من اللي هجموا عليه بالليل، ولا رضى ياخذ من قرش حمر، به عزة نفس. وتالي الله عوضه خير. لو يصير بس اللي ببالي يبزق. وانتي تستاهلين اكثر منيره. مشكور يا مقبل. الحمد لله الله جابك، ولا كان الله بعلم حالنا. الحمد لله على كل حال. وانت اعطيت حق العم ابو مشعان كل اللي قلت لك عنه؟ الا اعطيت الجيران ويدعون لك. والله خالتي ام مشعان ما غيرت ادعي لك. اليوم سمعت اخبار عقب صلاه العشاء من الامام ان المطر هل على اهل نجد، وتحركت السيول والخير بعم نجد وديار العرب كلها. صدق يا مقبل؟ اي والله، وان شاء الله الله بيرفع المجاعة بالخير والمطر يا رب. يا رب يا رب يا رب. وان شاء الله باكر عقب صلاة الفجر بنشد الكويت مع العقيلات. لا تموا عايشين ويشوفون لنا صار الحين. الله يرحمهم يا رب. الله يرحمهم برحمته يا منيرة، ما يبون منك إلا الدعاء. الله يرحمهم. بس يا دحين من الأكل
خير موجود. تدري يا ابو مجبل شو اللي ببالي سعيده؟ وش هو؟ انا ما صبرت، رحت لها الدار وسالتها، كانت تقول ان اللي ببالها ان عبيد قصدت ان عبد الله عبيد ياخذ متنا شمه. هذا بعد اللي انا تمنيته من يوم يجون لمي بالعماره، قال لي الشيخ راشد والجماعه بسالفته. حتى انا يوم انت تكلمت عنه وعن عزة نفسه وعرفت منه هو، قلت يا ليته ياخذ بنتي شمه. انا بقول للشيخ راشد يقول له، واذا وافق نزوجه شمه. على خير ان شاء الله. ايش فيك يا ابو مجبل؟ اي بس لازم ناخذ شور شمه يا بزه. وش دعوه انا بصبر؟ انا من قالت لي مسرور رحت وكلمت شمه. وش قالت؟ وافقت عليه شمه. هجل الله يوفقهم. اللهم امين. هاي بزه يعني ايبب ايبب. يا من يعني تال الليل؟ يلا ياك 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 ياك. خاتم اقلط اقلط. عبيد وينك صار لي يوم يفاقدك؟ شنو ثياب يا عبيد؟ متغير علي لابسهم. اقعد 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 واحكي لك اقعد. هذه هريسه صالحه مسويتها اليوم نافله. قلت وانا جاي مره واحده اسال عنك واجيب لك انك صاحي. الله ما قصرت. بسم الله الرحمن الرحيم. والله وراك شيء يا عبيد. اسمع يا ابو فيروز كل السالفه. وهذه كل السالفه يا ابو فيروز. يعني طلعت ولد مايد وبعد ولد عم داوود بن سلطان يا عبيد؟ لا عبد الله. يعني ولد متيره. شوف يا خاتم ابيك تشتغل وياي بس اخذ حلالي. وانا وياك باللي تبي يا عبد الله. عصاك ما تعصاك. كفو يا اخوي كفو. يلا سم سم سم. بسم الله بسم الله. نفس صالحه طيب. ما شاء الله ما شاء الله. كفو كفو يا ابو داود. موزع التركه بينك وبين ولد اخوك بالتمام والكمال. ما باقي الا نشهد الشهود وتتم القسمه. اي نعم يا شيخ راشد. وياخذ عبد الله نصيبه النقدي. بس وايد اخاف عليه. لزوم يحطها امانه. شيئين يحطه عندي وشيئين يحطه عند ابو مجبل احفظ له. والله انه شعور طيب. ايش رايك يا ابو مجبل؟ انا مع سلطان باللي قاله وهو شعور طيب. وانا بعد مع كلمه عمي. انا انا عمري ما قضبت بيدي 10 ربيات الحين الاف. الله رد لك حلالك يا عبد الله. عسى الله يعطيك خيره ويكفيك شره ان شاء الله. ما هي لحية النقدي الحين.
نص المراكب اللي في النقعه كلها لك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك ما شاء الله ربي يزين ويبارك. ايه هذا حقك يا ولدي حقك، وتستاهل يا عبد الله على صبرك وشقاك. اي نعم اي نعم الحمد لله هالشهود موجودين. عطني ختمك يا ابو مجبل حياك. يلا توكلوا على الله. ما شاء الله ابو محمد اقرب اقرب. يا الله يا مالله 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 ابو داود. عبد الله بقيتك سم شيخ راشد سم. والله شيخ راشد سم حياك حياك سم شيخ راشد. اسمعني زين الحين يا عبد الله. سم يا شيخ. انت الحين عبد الله بن ماجد بن ثابت ما انت عبيد العتال الاولي. اي شيخ اي يبي لك الحين مده لما تعرف الناس والناس تعرفك من تكون انت من. اي بس شيخ راشد انا لا تلومني انا ابي احد يعينني انا بروحي ما اعرف اسوي شيء. هذا انت قلته بنفسك تبي احد يعينك ويساعدك. اي والله صدقت يا شيخ. خذ شوري وانا عمك يا عبد الله. انا اليوم عقب صلاة الفجر تكلمت مع عمك بو مجبل وهو يبي لك الخير ويبي يعطيك بنية شمه زوجة لك. الله أكبر العم بو مجبل يبي يزوج لي بنت شمه. إيه ليش ما يزوجك؟ أنت ما أنت أقل منهم. أنت الحين راسك براسهم من جماعتهم ولهم مع يدك نسب. المراد أنا بكلم عمك بو داود نروح أنا وأنت وهو لعمك بمجبل ونخطب بنت لك. قول تم 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 تم. زين والشيء الثاني لا تحمل هم تجارتك وشغلك. عمك بمجبل وولده يكفون معك. هي كذي أحسن هذا الحكي السلم ولا أنا بروحي أضيع. صباحك الله بالخير شيخ راشد. يا هلا صباحك الله بالنور بطلق. ها شو وراك؟ طال عمرك كبير السوق يبيك الحين بالمجلس ان شاء الله. تم انا كلمت الجماعه بس باجي عم مجبل والعم بو داود على خير ان شاء الله. فمان الله شيخ راشد. وين؟ تعال معي المجلس. لا شيخ انا ما اقدر. لا تقدر تعال علشان كبار تجار الكويت يعرفونك انك عبد الله بن ماجد بن ثابت. خلا مره ثانيه شيخ راشد خلا مره ثانيه. كبير سوق يبيكم انت بروحكم انا تالي. يلا تالي تالي مره ثانيه ان شاء الله بس ابيك اليوم تصلي الظهر بمسجدي عشان عقب الصلاه نطلع نمر عمك سلطان نروح عند بمجبل نخطب بنتك ان شاء الله. أمان الله الله يحفظك ويتمم على خير. الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلنا سمعنا عن أمطار الخير اللي هلت على الديار اللي حوالينا من شمال ومن جنوب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. واسأل الله العظيم أن يرفع عنا البلاء ويرزقنا الأمطار ويرزق أمة محمد أجمعين. آمين يا رب العالمين. وهذا كله يا طويل العمر من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. وأنا أمس يا طويل العمر وصلتني رسالة من العراق من الأخ عبد الغفار الأخرس الشاعر المعروف. أي نعم. يقول فيها ويمدح فيها طال عمرك الكويت وهالكويت. وخلي عاد يقولها لكم الشيخ راشد نيابة عني. تفضل. اي ان شاء الله ان شاء الله.
يقول الشاعر عبد الغفار الأخرس: يا ابن المخيزيم وافتنا رسائلكم مشحونة بضروب الفضل والأدب، جاءت بأعذب ألفاظ منظمة حتى لقد خلتها ضربا من الضرب، فأطربتنا وهزتنا فصاحتها فلا برحت مدى الأيام في طرب. أما النقيبان أعلى الله قدرهما في الخافقين ونالا أرفع الرتب، الطاهران النجيبان اللذان هما من خير أم زكت أعراقها وأبي. دام السعيد لديكم في سعادته وسالم سالما من حادث النوب. إن الكويت حماها الله قد بلغت باليوسفين مكان السبعة الشهب. تالله ما سمعت أذني ولا بصرت عيني بعزهما في سائر العرب. فيوسف بن صبيح طيب عنصره أذكى من المسك إن يعبق وإن يطب. ويوسف البدر في سعد وفي شرف، بدر الأماجد لم يغرب ولم يغب. فخر الأكارم والأمجاد قاطبة وآفة الفضة البيضاء والذهب. من كل من بسطت في الجود راحته صوب المكارم في أيديه في وصب. لولا أمور أعاقتنا عوائقها جئنا إليكم ولو حبوا على الركب. وسلامتكم. الله يسلمك. مشكور مشكور. تسلم الشاعر. صح لسانه، شاعر الحرير. جزاه الله خير وأحسن الله إليه. جزاه الله خير، ونسأل الله نكون عند حسن ظنه. وانت صاج أبو عبد الرزاق، نسأل الله القبول بس. والحمد لله وفضله، وقت الشدايد والمحن تظهر معادن الرجال. الله حمى بلدنا الكويت بفضله ثم أعمال الخير اللي يقومون فيها. إيه يا داود، حجيت ورحت فيلش، ما ذي من عليه طالع الولد، حسبي الله على سواياك بالولد. السلام عليكم. هلا عمي. عليكم السلام يا شيخ راشد. هلا هلا عبد الله. احنا جايينك يا ابو داود كونك عم عبد الله، لاجل نروح لابو مجبل نخطب بنت شمه لولي اخوك. والله الساعة المباركة، عبد الله تستاهل شمه، وشمه هم من تستاهلك. ابو مجبل عنده خبر، بس نبي نروح للعمارة علشان نخلص ونحدد موعد الملكي والزواج. توكل على الله. وبشرك، ترى عبد الله عنده بيت صغير يتزوج فيه. بيت صغير؟ الله ناخذ له بيت عندنا، بيت سعي فيه حوش غنم. هذا عبد الله الغالي، والغالي اخوي الله يرحمه. مشكور يا عمي، مشكور ما قصرت. الله يزينها من شلمه يا عمي. يلا توكل على الله. جزاك الله خير. أجل خلاص، الخميس الجاي إن شاء الله نعقد الزواج بجية ولدي مقبل إن شاء الله. نخليه زواج واحد، عبد الله ومجبل. شلون طيب؟ الله يبارك ويسعد الجميع إن شاء الله. الحمد لله. الله يسمع منك يا شيخ. الله يسمع منك. الحمد لله على العقلان. بارك الله فيك، بارك الله فيك.
ها يا ابو مجبل بشر صار. اول خلوني امسيكم بالخير واقول لك اللي بشاره. يعني هيبب يا عمي هيبب. يا بيبين الله يهداك يا مسرور خلي يبشرنا. البشاره نزل المطر بالشمال وبالجنوب وتحركت السيول. لا ما شاء الله. الله اكبر تبارك الرحمن. ما شاء الله لا اله الا الله. زين والشيء الثاني؟ الشيء الثاني جاني الشيخ راشد وسلطان وولد اخوه عبد الله يخطبون شمه. بالمبارك بالمبارك يا بعد عمري. بالمبارك يا نظر عيني. عسى الله يسعدك ويوفقك. يا بابا يا مسرور يا أنا ما أدري أقول لك يا شمة بس عسى الله يوفقك يرزقك الذرية الصالحة. اللهم آمين. الملكة إن شاء الله الخميس الجاي والزواج نبي نخليه عقب جية مجبل مرتن واحدة نخليهم جميع. سكتوا الله يعني فيني يباب مغموط بصدري من سنة الرحمة. تعالي يما تعالي. داود هج راح ليلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما أدري ليش داود سوى سواته هذه. من الجشع والطمع سنين وتشوفني أنا فيني ضيجة على ولد أخوي ماجد الله يرحمه يروح من وراي يوسخ القلّة ويقول لهم قولوا أن ولد أخوي ماجد مات وهو صغير حسبي الله عليه من ولد. والله يا سلطان أنا قلبي محروق على داود ضاقت فيني الدنيا. مراد رحنا اليوم أنا والشيخ راشد وعبد الله ولد ماجد أخوي عند أبو مجبل وخطبنا له شمة بنته. أنت من صدقك يا سلطان؟ هي نعم إيش فيها؟ ولد أخوي أبيها زوجتن له. هذه زوجة ولدك اللي مطلجها ولدك. بس هي زوجة ولدك بالأول والحين طليشته أبو مجبل وهو اللي بغى الولد زوج البنت. يعني الريال خطب الولد للبنية. بس ما أبي أسمع شي أنا كلش. طيبة ترى عبد الله ولد أخوي ماجد اللي عاش طول عمره مسكين محروم ويتيم وهو ولدنا منا وفينا ما هو غريب وهو يملك نص الحلال اللي عندي. مراد الملكة إن شاء الله يوم الخميس والزواج عقب ما يرد مجبل إن شاء الله من نجد مع زوجته اللي هي بنت عمه.
شفتي ما شاء الله، لا اله الا الله، شلون طق علينا مطر اليوم. الله يزيدك. اللهم امين، الحمد لله رب العالمين. مسرور هلا، تعالي شوفي منو عند الباب. يلا يا ايتك يا ايتك. يما بطل الباب انا مجبل. يما مجبل، بطل ولدي، ولدي وصل، فتشي الباب، فتشي الباب بسرعه يا مسرور. يلا يلا اخوك وصل يا يما، الحمد لله. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم حياكم. الحمد لله على السلامة والرحمة. مبارك عليكم الخير. الخير ما يجيب إلا الخير يا ولدي. لا 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 شلونك يا خالتي؟ الحمد لله بخير الله يسلمك، الحمد لله على سلامتك يا يما. تحية. تحيم يا بعد عمري، الحمد لله على السلامة يا يما. شلونك يا يما؟ عساك بخير. تعالوا منيرة، تعالوا وقعدوا، أكيد يواعوا تعبانين. تعال يما، تعال قعد يا حبيب، قعدوا. ماني مصدقة إني شايفتكم قدامي، ماني مصدقة النخل. واي واي، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. يا يما على مش تبكي، الحمد لله احنا بخير. الحمد لله على سلامتكم يا يما. الله يسلمك. والله يرحم ابوك ابراهيم ويرحم امك ام تحية برحمته الواسعه ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. ابشرك يا يما، اختك خطبها عبد الله. اي عبد الله يما؟ سبحان الله، عاد أنا من زمان أقول إن عبيد غير غير عن كل العتالة. الحمد لله إن الله أظهر الحق والله يوفق الجميع. اللهم آمين. وإن شاء الله يا يما الخميس الجاي عرسك أنت وميرة وعرس عبد الله على شف بعد عمري. الله يا أنا فيني رأس، سمعوني رقع الطار بس. ما تنفيني. الله يما، أبوي وينه؟ راح يما يصلي الأخير وإن شاء الله علي. إن شاء الله إن شاء الله على خير.